بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وليد الجيد عمو الشرك، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نبداو فيه تصحيح ديال الفرد المحروس الأول النموذج الثاني. ديجا خدمنا واحد النموذج اللي كان ممتاز جدا في الدروس اللي غيكونوا عندكم في الفرد، حاولوا ترجعوا ليه اللي ما شافوش. ودابا غادي نبداو نموذج آخر باش نستعدوا مزيان للفرد بإذن الله. دونك كيف ما كتعرفوا هذا الفرد غادي يكونوا عندكم فيه اغلبيه ديال الاساتذه، غادي يديروا لكم فيه ثلاثه ديال الدروس. عندنا الدرس الاول ديال لاغيتميتيك ديال الاعداد الصحيحه الطبيعيه ومبادئ في الحساب، اللي فيه تفكيك الاعداد الى جدا عوامل الاوليه بي جي سي دي وبي بي سي ام الى اخره، دراسه الزوجيه ديال اعداد واش بير ولا امبير، واش فرديه ولا زوجيه، كيفاش نعرف القاسم واحد العدد واش كيقسم عدد اخر ولا مضاعف لعدد اخر الى اخره. ثم عندنا الدرس ديال المجموعات اللي الاغلبيه كيكون فيه الحساب باستعمال المتطابقات الهامه او لا باستعمال الجذور المربعه القوى الى اخره. ثم عندكم الدرس ديال الكالكيل فيكتوريال ديال الحساب المتجهي، اللي عندنا فيه المتجهات وكيفاش نتعاملوا مع المتجهات. اذا غادي نحاولوا نجاوبوا على هذا الفرد سؤال سؤال، تمرين تمرين مع مراجعه الدروس باذن الله. ونبداو بالتمرين الاول اللي فيه اسئله مختلفه، يعني فيه الاسئله ديال الدروس كاملين. عاد نبداو كل تمرين خاص ب بدرس. إذن غنبداو بالإكزارسيس أ. نعتبر العددين أ إيكال 360 و بي إيكال 756. هنا مطلوب منا هنا فكك العددين أ و بي إلى جدا عوامل أولية، ثم غادي نحسبو القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. إذا الطريقة ديال التفكيك راه ديجا شفناها في مجموعة من الفيديوهات، سواء من التمارين اللي كنخدمو ديال الكتاب ولا من التمارين ديال الفرد اللي خدمنا قبل، وحتى الفقرة ديال الدرس درنا فيها نموذج كيفاش نفكو أعداد إلى أعداد أولية. إذا غنبداو بالعدد أ. عندنا أ كتساوي 360. إذا باش نفكك هذا العدد كنشد هاد 360 وكندير قسمة. دونك هنا كنشوف كنقسم فقط على الأعداد الأولية، شناهو العدد الأولي هو اللي كان كيتقسم على جوج الأعداد، على نفسه وعلى واحد، مثلا بحال 5 3 جوج 7 11 13 إلى آخره. دونك هنا 360 كتبان لي أي عدد كيسالي بالصفر ولا 5 كعرف راه كيتقسم على 5، دونك من هنا نمشي نيشان نقسم على 5. واضح؟ إذا غنقسم 36 على 5 هي 7، حيت 7 في 5 غتبقى لنا 35، و 35 غنقصوها من 36 غيبقى 1، 1 نهبطو حدا صفر غيولي 10، اللي مكيعرفش يحسب حساب سريع يمشي غير بشوية بشوية. دونك 10 نقسم على 5 هي 2، دونك 360 على 5 هي 72. 72 مابقاتش قابلة للقسمة على 5، إذا كنشوف عدد آخر. العدد اللي صغر من 5 هو 3، دونك كنشوف واش قابلة للقسمة على 3. باش كنعرفها واش قابلة للقسمة على 3 ولا لا، كنجمع هاد الأرقام اللي عندي. عندي 7 زائد 2 هي 9، إلا كانت 9 من مضاعفات 3 راه قابلة للقسمة على 3، إذا 9 فعلا من مضاعفات 3، إذا فهي قابلة للقسمة على 3، نقسمها على 3. 7 على 3 شحال؟ هي 2، 2 في 3 6، غتبقى لنا 1، غتولي 12 على 3 هي 4، إذا هي 24. 2 و 4 6، إذا فعلا باقا قابلة للقسمة على 3، أصلا 24 على 3 إلا كنتي حافظ جدول الضرب راه غتبان ليك معروفة هي 8. 8 غنقسمو دابا على 2، 8 على 2 هي 4، 4 نعاود نقسم على 2 هي 2، 2 غنقسم على 2 وتبقى لنا في الاخر 1. دونك فاش كنوصل لواحد ساليت. واضح؟ اذا قسمنا على 5 على 3 جوج المرات، على 2 قسمنا 3 ديال المرات. اذا هذا العدد ا اللي هو 360 غادي نكتبو بهذا الشكل. هنا دائما من الاحسن نبداو باصغر عدد، عندي 2 غنكتب 2
شحال من مرة. دونك هذيك هاد العدد 360 هو جوج في جوج في جوج، ثلاثة في ثلاثة في خمسة. عوض ما نكتب جوج في جوج في جوج، غنكتب جوج أس ثلاثة، حيت عندي جوج ثلاثة المرات. دونك ندير جوج أس ثلاثة في ثلاثة، عندي جوج المرات، ندير ثلاثة أس اثنان في خمسة، عندي مرة واحدة في خمسة. واضح؟ ندوز دابا ونفكك العدد الثاني. دونك غنفكو غير هنا، عندنا العدد بي، سبعمية وستة وخمسين. إذا غنجي سبعمية وستة وخمسين غادي نقسمها على أعداد أولية، إذا غير قابلة للقسمة على خمسة. ستة معمرة تقسم على خمسة، إذا غنشوف واش قابلة للقسمة على ثلاثة. سبعة وخمسة هي 12، 12 وستة 18، إذا قابلة للقسمة على ثلاثة، إذا نقسم على ثلاثة. دائما فكروا في الأعداد الأولى، على خمسة، على ثلاثة، وعلى جوج، هذه راه قابلة للقسمة على جوج حيت عدد زوجي، ولكن من الأحسن نبدأ بثلاثة، هي الكبيرة باش يعطوني أعداد صغار، ما نكترش عليا العمليات. إذا 756 نقسم على ثلاثة، سبعة على ثلاثة هي جوج، غتبقى لنا واحد، 15 على ثلاثة هي خمسة، وستة على ثلاثة هي جوج، دونك هي 252. لأنه الآلة الحاسبة يتأكد، حيت بعض المرات كيوقعوا أخطاء حتى ما كترتش ليهم البال. إذا 756 إلى قسمتها على ثلاثة فعلا غتعطيني 252. 252 دونك جوج وسبعة، جوج وخمسة سبعة، وجوج تسعود، إذا مازال قابلة للقسمة على ثلاثة. إذا 25 إلى قسمتها على ثلاثة غتعطيني 8، 8 في 3 24 غيشيط ليا واحد، غتولي 12 على 3 هي 4. واضح؟ 8 و 4 12، إذا باقا قابلة للقسمة على 3. 8 على 3 جوج، غتبقى ليا جوج، غتولي 24 على 3 هي 8. دونك 28 غير قابلة للقسمة على 3. علاش غنقسمها؟ غنقسم على جوج حيت 28 عدد، ماذا؟ 28 عدد زوجي. أنا نقسم على جوج، 28 على جوج هي 14، 14 نقسمها على جوج ونقسمها على سبعة مباشرة، نقسمها على جوج باش يبقى لي الترتيب، غتعطيني سبعة، وسبعة غنقسم على سبعة حيت سبعة راه تا هو عدد أولي، غتعطيني واحد. واضح؟ سمحوا لي ما رديتش البال، الكاميرا ما شدتش لكم هادشي الاخر. ها هو دونك هاد بي غادي نكتبها دابا بهاد الطريقه اللي هي 756. اذا نبدا بالصغير، هي جوج اس اثنان في ثلاثة، ثلاثة المرات يعني ثلاثة اس ثلاثة في سبعة. اذا هذا هو التفكيك ديال العدد بي والتفكيك ديال العدد ا. اذا هذا السؤال الف. تستقبل السؤال ب اللي غادي نحدو فيه البي جي سي دي ديال ابي وبي بي سي ام ديال ابي. اذا البي جي سي دي ديال العددين ا و بي اشنا هو؟ البي جي سي دي قلنا هو القاسم المشترك الاكبر. اذا باش نحدو البي جي سي دي شنو كنديرو؟ كناخدو جداء العوامل المشتركه مرفوعه لاصغر اس. اذا كنشوف غير العوامل المشتركه، بحال هنا عندي جوج جوج، هذا مشترك، عامل مشترك. ثلاثة ثلاثة، خمسة وسبعة غير مشتركة، إذا غناخد غير جوج في ثلاثة، وقلنا مرفوعة لأصغر أس. بحال هنا عندي جوج أس اثنان، هنا عندي جوج أس ثلاثة، دونك كناخد جوج أس اثنان، أصغر أس هو اللي كناخد، دونك كندير جوج أس اثنان. هنا عندي ثلاثة أس ثلاثة، هنا ثلاثة أس اثنان، إذا غناخد ثلاثة أس اثنان. دائما كناخد أصغر أس فاش كنبغي نحدد البي جي سي دي. إذا تساوي ونحسب، جوج أس جوج هي أربعة، وثلاثة أس جوج هي شحال؟ هي تسعود، وأربعة في تسعود هي ستة وثلاثين. إذا القاسم المشترك الأكبر ديال هاد العددين هادو هو ستة وثلاثين. واضح؟ إذا نحدد دابا البي بي سي إم ديال أو بي،
لان شنو كيساوي المضاعف المشترك الاصغر؟ شنو كناخذو دابا؟ كناخذو جميع العوامل سواء مشتركه ولا غير مشتركه، واللي مشتركه كناخذو فيها اكبر اس. واضح؟ اذا غندير جوج في ثلاثه في هاد 5 و7 حتى هما ندخلهم، قلنا المشتركه وغير المشتركه، واللي مشتركه فيهم كناخذ الاكبر اس ديالها. بحال هنا جوج اس جوج، هنا جوج اس ثلاثه، دونك هاد المره غناخذ اس ثلاثه. هنا عندي 3 أس جوج، هنا 3 أس 3، إذا غناخد أس 3. واضح؟ كل كانت عندي هنا 5 أس 7 وهنا 5 أس 10 غناخد 5 أس 10، ولكن هنا غير مشتركة حتى هي كناخدها بالأس ديالها. واضح؟ وكنحسب جوج أس 3 شحال؟ 8. 3 أس 3 27، 3 أس جوج هي 9، في 3 هي 27، في 5 في 7 اللي هي 35. ونحسب هاد الشيء، دونك عندنا 8 في 27 في 35، يعني شحال تعطينا؟ 7560. إذا 7560 هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 360 و756. واضح؟ واضح جدا. إذا ندوزو للسؤال الثاني. أن ليكن ان عددا صحيحا طبيعيا، عندنا ان عدد صحيح طبيعي، انشر ان زائد واحد وان زائد جوج، دونك ديفلوبمون ديال ان بلس ان فاكتور دو ان بلس دو. دونك شنو كتساوي؟ كندير التوزيعية لا ديستريبيتيفيتي، ان فوا ان زائد ان فوا دو زائد ان فوا ان زائد ان فوا دو. دونك ان فوا ان ان كاري، ان فوا دو دو زان، ان فوا ان ان فوا دو دو. دونك هذه هي ديفلوبمون. هنا باقي نحسب جوج ان زائد ان، دونك هي ان كاري بلس 2n بلس 1 3n بلس 2. هذا السؤال الف، وهنا سؤال ب. دائما فاش كيعطيكم الف وباء عرفوا راس اسئله متعلقه ببعضها، يعني السؤال ب راه 100% كيكون متعلق بالف. بحال هنا تفككنا عاد استنتجنا هاد البي جي سي دي والبي بي سي. دونك ب بين ان n او كاري بلس 3 n بلس 2 ان نومبر بير، نبين ان هذا العدد عدد زوجي. اذا حنا ما غاديش نشوف n كاري زائد 3 n زائد 2 راه هي هذه، دونك غنشوف انا هذه حيت هذا العدد راه هو هذا. دونك غندير اون n كاري بلس 3 n بلس 2 راه هي n بلس 1 فاكتور دو n بلس 2. هاد العدد هو هاد العدد. واضح؟ إذا عندنا هاد العدد كيساوي هذا. إذا دابا إلا بغيت نحدد الزوجية ديال هاد العدد صعيب، ولكن هذا سهل. علاش سهل؟ علاش؟ شوفوا مزيان، لاحظوا عندي ان زائد واحد عامل لي ان زائد جوج، دونك هاد العدد راه تابعو هاد العدد. واضح؟ دونك راه هي ان ان زائد واحد، فان زائد واحد نفس العدد وزدنا عليه واحد، واحد زائد واحد راه هي جوج، يعني هادو عددان متتابعان. واضح؟ دو نومبر كونسيكيتيف، دونك كنعرفوا البرودوي ديال دو نومبر كونسيكيتيف كيكون ان نومبر بير. هذه قاعده، جداء عددين زوجيان هو عدد عفوا جداء عددين متتابعان هو عدد زوجي. واضح؟ ونكتب لدينا ان زائد واحد و ان زائد جوج عددان متتابعان. دونك هنا ان بلس ا ان بلس دو سون دو نومبر كونسيكيتيف، دونك اذا ان زائد واحد في ان زائد جوج عدد زوجي.
نعرفه جداء عددين متتابعان هو دائما عدد زوجي. شوف في 3 6، 3 في 4 12، 4 في 5 20، دونك دائما كيكون عدد زوجي. هذه قاعدة، واضح؟ هاد العدد مادام قلت هذه، وبالتالي حتى ان كاري بليس 3 ان بليس 2 عدد زوجي. ندوزو للسؤال الثالث. بين أن جذر 6 ناقص جذر 2 في 2 جذر 2 عاملي جذر 3 زائد 1 ينتمي إلى يعني عدد صحيح طبيعي أونتي ناتيغال. دونك حنا غادي نحسبو هاد العدد، وخصنا في الآخر نلقاوه عدد صحيح، يعني ما فيه لا فاصلة لا جذر لا قسمة لا والو. دونك غادي نحسبوا هذا العدد. عندي جذر 6 ناقص جذر 2 في 2 جذر 2 عامل لي جذر 3 زائد 1. فوالا غنحسب هذا العدد، واضح؟ لو كان نخلي هاد جذر 6 ناقص جذر 2 ونحسب هذا، ندخله مع هذا، يعني نحسب 2 جذر 2 في جذر 3 هي 2 جذر 6، عند 2 جذر 2 في جذر 3 هي جذر 6، زائد 2 جذر 2 في 1 راه هي 2 جذر 2. ودابا لاحظوا هنا عندي 2 نقدر نعمل بها، طبعا هاد 2 كان عليا نخليها خارجه ماشي مشكل. دونك نعمل بها هاد 2 غنحطها هنا، غتبقى لي هنا جذر 6 ناقص جذر 2، وهنا غتبقى لي جذر 6 زائد جذر 2. واضح؟ علاش خرجت هاد 2؟ باش تبقى لي جذر 6 ناقص جذر 2، جذر 6 زائد جذر 2، وهذه ايدونتيتي غوماركابل نيميرو 3 متطابقه الهامه رقم 3. دونك تساوي 2 في أ ناقص بي في أ زائد بي شنا هي؟ هي أ كاغي موان بي كاغي، دونك هي جذر 6 أو كاغي ناقص جذر 2 أو كاغي. دونك هي 2، هنا أس 2 تحيد الجذر غتبقى 6، أس 2 تحيد الجذر غتبقى لي 2، حيت هنا أعداد موجبة. دونك هي 2 في 6 ناقص 2 هي 4، و 2 في 4 هي 8، و 8 فعلا كينتمي الآن. واضح؟ واضح. ندوزو للسؤال الرابع. عندنا الفاكتوريزاسيون التعميل. عندنا هنا 4 اكس كاري موان اف، دونك هادي شنو كتساوي؟ هادشي راه هضمناه في التالتة اعدادي. الناس اللي كانوا متبعين معايا العام اللي فات هضمنا هاد التعميل والنشر كيف ما شفنا هنا. دونك هنا عندي 4 اكس كاري موان اف، دونك هادي مكتوبه على شكل ا او كاري موان بي كاري، دونك هادي ليدونتيتي اللي خدمنا بها هنايا. دونك 4 اكس كاري راه هي 2 اكس او كاري، علاش؟ حيت 4 خصنا هاد اس 2 اللي هنا راه غير على اكس، و 4 هي 2 اس 2 ودخلناهم بجوج في اس 2 وحده، ناقص 9 راه هي 3 اس 2. دونك ا او كاري موان بي كاري هي ا موان بي في ا بليس بي، دونك هي 2 اكس موان 3 فوا 2 اكس بليس 3. هذا هو التعميل ديال هاد العمليه الاولى. ندوزو العمليه الثانيه. عندي اكس اس 3 زائد 27. اذا هذه ما شفتوهاش العام اللي فات، هذه ليدونتيتي روماركابل من الدرجه الثالثة. هذه هي اكس اس 3 زائد 27 راه هي 3 اس 3. هذه مكتوبة على شكل ا اس 3 زائد بي اس 3. شنو هو التعميل ديالها؟ هو ا زائد بي، خصكم تحفظوا هذا الشيء، ا زائد بي في ا او كاري موا ا بي بليس بي كاري. واضح؟ دونك في هذه الحالة عندي ا هي اكس و بي عندي هي 3، دونك نطبق عليها هاد ليدونتيتي. دونك ا زائد بي يعني اكس زائد 3 عامل لي ا اس 2 يعني اكس اس 2 ناقص ا بي يعني 3 اكس، 3 في اكس او اكس في 3 راهي 3 اكس، زائد بي اس 2 يعني زائد 3
أس اثنان، ثلاثة أس اثنان راه هي تسعود، إذن هذا هو التعميل ديال هاد العملية. ندوزو للتعميل الأخير، عندي إكس أس سبعة ناقص إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد، إذن تساوي. كيفاش غنعملو هاد التعبير هذا؟ دونك إلا عملناه هنا بإكس أس اثنان غتبقى ليا إكس أس اثنان ناقص واحد، هاديك إكس أس اثنان ناقص واحد نقدر نكتبها هي إكس زائد واحد في إكس ناقص واحد، فوالا ونعمل بإكس زائد واحد في الآخر. دونك هنا أول حاجة نعمل بإكس أس اثنان، هنا إكس أس ربعة راه هي إكس أس اثنان في إكس أس اثنان، واضح؟ إلا عملت بإكس أس اثنان غتبقى لي إكس أس اثنان ناقص، هنا عملت بإكس أس اثنان غتبقى لي واحد، عاد هاد زائد إكس زائد واحد نكتبها هنا. دونك هي إكس أس اثنان، هنا غنعمل هنا بليدونتيتي غومارك نيميرو تخوا أ أو كاغي موان بي كاغي، دونك هي إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد. لاحظوا هاد إكس زائد واحد، وهنا عندي إكس زائد واحد، دونك هادي إكس زائد واحد بحال مضروبة في واحد. دونك دابا عندي فاكتور كوما هو إكس زائد واحد، غنعمل بها. دونك غندير إكس زائد واحد عامل لهاد الشيء اللي هو إكس كاغي في إكس ناقص واحد زائد واحد، واضح؟ أنا عملت هادي. دابا هنا بقى لي غير ننشر هاد الشيء اللي هنا داخل الأقواس. إكس في إكس، إكس كاغي في إكس هي إكس أس تلاتة، إكس أس اثنان في إكس، إكس أس اثنان زائد واحد. دونك هذا هو التعميل ديال هاد العملية هادي. وندوزو للسؤال الخامس والأخير في هاد التمرين. دونك عندي أ كتساوي تلاتة في عشرة وستة، جوج في عشرة أس ناقص ستة، الكل أس اثنان في خمسة وعشرين. هاد النقطة راه كتعني الضرب، هنا لتحت عندي خمسة وسبعين في عشرة أس جوج، الكل أس ناقص تلاتة في أربعة، واضح؟ يلا نبداو دابا النشر. هنا هاد تلاتة في خمسة وعشرين نحسبها، تلاتة في خمسة خمسطاش يبقى واحد، تلاتة في جوج ستة وواحد هي سبعة، إذا هي خمسة وسبعين. هنا هاد عشرة أس ستة نخليها في هنا جوج أس جوج هي أربعة، وعشرة أس ناقص ستة أس جوج دونك هي عشرة ناقص ستة أس الكل أس جوج، يعني ناقص ستة غنضربها في جوج هي ناقص 12، واضح؟ كاين اللي ما يفهمش هاد الشيء، شي راه خصكم تكونوا هاضمينو حين درناه العام اللي فات، ولكن لا بأس نعاود نشرحو. هنا قلنا جوج في عشرة أس ناقص ستة الكل أس اثنان، خصني ندير جوج أس اثنان حيت هادي مكتوبة على شكل أ بي أس أن، خصني ندير أ أس أن وبي حتى هي أس أن، دونك هي جوج أس جوج في عشرة أس ناقص ستة حتى هي نعطيها أس جوج، دونك هي جوج أس جوج هي أربعة، عشرة أس ناقص ستة الكل أس جوج، هادي مكتوبة على شكل أ أس أن كل أس أم، هي أ أس أن في أم، دونك هي عشرة أس ناقص ستة في جوج هي ناقص 12 اللي كتبت هنا، وربعة راه هي جوج أس جوج. خمسة وعشرين خلاص راه حسبتها مع تلاتة، هنا عندي خمسة وسبعين، هنا عندي عشرة أس جوج الكل أس ناقص تلاتة هي عشرة أس جوج في ناقص تلاتة اللي هي ناقص ستة، وهنا عندي في أربعة. دونك هنا اللي نقدر نختزل خمسة وسبعين مع خمسة وسبعين، أربعة مع أربعة، أشنو عاوتاني؟ هنا نقدر نفكك هاد عشرة أس ناقص 12 نكتبها هي عشرة أس ناقص ستة في عشرة أس ناقص ستة ونختزل بوحدة، ولكن مكاين بس نفكوها. يلا نفكوها سيدي. دونك كنا هنا عشرة أس ستة غتبقى لي هنا، هنا عشرة أس ناقص ستة في عشرة أس ناقص ستة، عشرة أس ناقص 12 ناقص ستة ناقص ستة راه هي ناقص 12 على عشرة أس ناقص ستة، باش نحيد هاد عشرة أس ناقص ستة مع هادي، وغتبقى لي عشرة أس ستة في عشرة أس ناقص ستة، عندي نفس لاباز اللي هي عشرة، ونجمع ستة زائد ناقص ستة، دونك هي عشرة أس ستة زائد ناقص ستة راه هي صفر، وأي عدد أس صفر راه هو واحد. شتي هاد العجب كامل،
وفي الاخر لقيناه واحد تمام على والو. ولكن اللي مهم هو تفهم القواعد اللي خدمنا بهم، واضح؟ لو دائما فاش كيعطيوك عمليات كبار راه عرفت التوسيط ديالهم غيكون شي حاجه اللي صغيره، داكشي علاش قال لك بسط. دونك التمرين الثاني، لكل عدد حقيقي نضع عندنا أ ل إكس كتساوي إكس أس 3 زائد 12 إكس أس 2 زائد 48 إكس زائد 58. السؤال الأول بين أن أ إكس كتساوي إكس زائد 4 أس 3 ناقص 6، إذا مطلوب منا نبينو أن أ إكس كتساوي هذا العدد. أسهل طريقة هي نديرو النشر لهذا العدد ونلقاوه هو هذا. ثم عندنا السؤال الثاني نبينو ان هذا العدد كيساوي هذا، يعني باستعمال توحيد المقامات والحساب ديال الجذور الى اخره. ثم نستنتجو قيمه العدد ا لهذا العدد، واضح؟ اذا خصنا نعوضوا هذا العدد بجذر 2 ناقص 4 ونعوضوا في ا ل اكس ونشوفوا شحال غادي نلقاو النتيجه. اذا نبداو بالسؤال الاول. اذا عندنا أ ل إكس كتساوي إكس زائد 4 أس 3 ناقص 6، خصنا نبين أن أ ل إكس كتساوي هادي. دونك كنبدا من هنا ونوصل لهنا ولا نعمل هادي ونوصل لهنا. دونك أسهل طريقة هي النشر، التعميل كيكون صعب من النشر، هادي غادي معروفة. إذا غندير هنا لدينا إكس زائد 4 كل أس 3 ناقص 6 شنو كتساوي؟ دونك هذه المتطابقه أ زائد بي أس 3 شنو كتساوي؟ أ زائد بي الكل أس 3، دونك هي أ أس 3. يعني نكتبو المتطابقه، نديرو التطبيق ديالها، نخليو هذه نكتبو فيه الشرح أ زائد بي أس 3. دونك شنو كتساوي أ زائد بي الكل أس 3؟ هي أ أس 3 زائد 3 أ أس 2 بي زائد 3 أ ب أس 2 زائد ب أس 3، واضح؟ إذا هذه هي متطابقة خصك تكون حافظها. إذا غنطبقوها هنا، عندنا أ هي إكس و ب هي 4، دونك أ أس 3 يعني إكس أس 3 زائد 3 أ أس 2 يعني إكس أس 2 في ب يعني في 4 زائد 3 أ اللي هي إكس في ب أس 2 يعني 4 أس 2 زائد ب أس 3 يعني 4 أس 3، في الأخر نحط هاد ناقص 6. دابا نبسط، إكس أس 3 ها هي هنا 3 في 4 12 إكس أس 2 زائد 3 إكس في 4 أس 2 اللي هي 16، دونك هي 3 في 16 إكس زائد 4 أس 3. 4 أس 2 هي 16، و 16 غنعاود نضربها في 4، دونك نحطها تنعاود نحسبها 16 في 4 في الأخر ناقص 6، دونك تساوي إكس أس 3 مكاين معاها من نحسبها، ها هي هنا عندي 12 إكس أس 2 حتى هي مكاين معاها من نحسبها، ها هي. ودابا نحسب هادي 3 في 6 18 يبقى 1، 3 في 1 3 و 1 هي 4، دونك هي 48 إكس زائد هنا غنحسب 16 في 4، 4 في 6 24 تبقى 2، 4 في 1 4 و 2 هي 6 وناقص 6. دونك اكس اس 3 زائد 12 اكس اس 2 زائد 48 اكس هنا 64 ناقص 6 شحال هي 58. دونك غنجي نقارنها مع هاد العدد إكس أس 3 12 إكس أس 2 48 إكس 58، إذا هادي فعلا هي أ إكس. إذا بينا أن هاد العدد هذا راه هو أ إكس، أ ل إكس، واضح؟ ندوز لدوزيام كيستيون. السؤال الثاني بين أن، دونك غادي نبينو أن هاد العدد كيساوي هذا. دونك هنا من الأحسن نبداو بالأول، دونك عندي واحد على جذر جوج ناقص جوج ناقص ثلاثة على جذر جوج زائد جوج، إذا شنو كتساوي؟ هنا المقام موحد، كندير هاد المقام في هذا، يعني جذر جوج ناقص جوج في جذر جوج زائد جوج. ودابا كندير واحد في هاد العدد، واحد في أي عدد راه كيبقى نفسه، يعني جذر جوج زائد جوج
ناقص 3 في هذا العدد، دونك 3 في جذر 2 هي 3 جذر 2 ناقص 3 في ناقص 2، دونك هنا غادي تولي عندي زائد 6. واضح؟ علاش؟ حيت هنا عندي ناقص، خصني ندير اقواس، عاد ندير 3 في جذر 2 ناقص 2، وهنا غندير النشر، 3 في جذر 2 هي 3 جذر 2 و3 في 2 هي 6. واضح؟ دونك 3 في ناقص 2 كانت ناقص 6، وهاد الناقص هي ناقص في ناقص غتولي زائد. تقدر تحسبوها بشويه بشويه الا ما فهمتوهاش مزيان في الواسع. دونك هنا عندي ا ناقص بي في ا زائد بي، هذه المتطابقه الثالثه، دونك هي ا اس 2 ناقص بي اس 2، يعني جذر 2 اس 2 ناقص 2 اس 2. هنا عندي جذر 2 ناقص 3 جذر 2، دونك هي ناقص 2 جذر 2. هنا عندي 2 زائد 6 هي زائد 8، دونك تساوي هنا جذر 2 اس 2 غتحيد الجذر، اس 2 حيد الجذر غتبقى 2، 2 اس 2 هي 4، دونك هنا غتبقى ناقص 2. دونك هنا نعمل بناقص 2 باش نختزل في الاخر. الى عملت هنا بناقص 2 شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا هنا جذر 2، وهنا 8 غنقسمها على ناقص 2 راه هي ناقص 4، دونك هي ناقص 4. هاد ناقص 2 في جذر 2 هي ناقص جذر 2، وناقص 2 في ناقص 4 ناقص في ناقص زائد، و2 في 4 8. واضح؟ اذا غنعاود نكتبها هنا، ناقص 2 جذر 2 ناقص 4 على ناقص 2، حيت 2 ناقص 4 هي ناقص 2. درت هاد الشيء باش نختزل هاد ناقص 2 مع هاد ناقص 2، وفي الاخر غتبقى ليا جذر 2 ناقص 4 اللي قال لنا فعلا بين احنا بيناها، جذر 2 ناقص 4 كتساوي هاد العدد. ندوزو للسؤال الثالث، قالك استنتج قيمة العدد أ لهذا العدد. هنا عندنا أ ل إكس، إكس غنعوضها بهذا العدد. واضح؟ دونك أ لواحد على جذر 2 ناقص 2 ناقص 3 على جذر 2 زائد 2، دونك كندير تساوي هاد العدد راه لقيناه هو جذر 2 ناقص 4، دونك كنعوضو بجذر 2 ناقص 4، دونك هي أ لجذر 2 ناقص 4، حيت هي اللي غتجيني سهلة في الحساب، سهل من هادي، حيت هادي صعيبة شوية في الحساب إلا بغيت نعوضها في إكس. دونك غندير تساوي، حنا كنعرفو أن أ لإكس كتساوي إكس زائد 4 الكل أس 3، دونك غنعوض إكس غنعوضها بهذا الشيء اللي عندي داخل القوسين، دونك أ لإكس، إكس هنا عندي في هذه الحالة راه هي جذر 2 ناقص 4، دونك غندير جذر 2 ناقص 4 هذه هي إكس، وعندي واحد زائد 4 أخرى ها هي أس 3، ها هي أس 3، وعندي ناقص 6 في الآخر ها هي ناقص 6، ونحسب هذه القيمة راه هي القيمة ديال أ لهذا العدد. دونك غادي نحسب، هنا عندي ناقص 4 زائد 4 صفر، وغتبقى ليا جذر 2 أس 3، جذر 2 أس 3 راه هي جذر 2 أس 2 في جذر 2، باش هنا نحيد الجذر بأس 2 ناقص 6، دونك تساوي هنا أس 2 غتحيد ليا الجذر، وغتبقى ليا 2 جذر 2 ناقص 6. إذا هذه هي القيمة ديال العدد أ لواحد على جذر 2 ناقص 2 ناقص 3 على جذر 2 زائد 2. نخدمو هذا التمرين الثالث ديال الحساب المتجهي، الكالكيل فيكتوريال إن شاء الله. دونك تمرين زوين بزاف، مهم بحالو كيتحط في الفرض، ليكون أ بي سي دي متوازي الأضلاع، نعتبر نقطتين إم و إن من المستوى بحيث دائم كتساوي 2 متجهة أ دي، والمتجهة أ إن كتساوي 3 من المتجهة أ بي. السؤال الأول، أنشئ نقطتين إم و إن. إذا أول حاجة غادي ننشئو الشكل، غادي ننشئو أ بي سي دي متوازي الأضلاع. أ بي سي دي نحاولو ننشئو المستقيم، شوفو بعدا المعطيات، عندي أ بي سي دي، عندي جوج أ دي، أ بي سي دي، دونك جوج أ دي غتكون هنا، ماشي مشكل، كاين ليسباس. أ إن كتساوي 3 أ بي، دونك أ بي خصني 3 أ بي، دونك خصني هنا نراعي المسافة اللي عندي في الورقة. واضح؟ دائما نستعملو الوسخ عاد نشأو الشكل. إذا غادي ندير متوازي الأضلاع باش نشأو، كنشأ ضلعين، ضلع
الثاني، ثم كنستعملو البركار. كناخد هذا القياس شي راه شفناه في السنة الماضية ثالثة إعدادي، وحتى في الأولى والثانية إعدادي كذلك فيها متوازي الأضلاع. التقاطع بين القوسين كيعطينا النقطة الرابعة. فوالا، لان A B C D. الترتيب في متوازي الأضلاع ضروري الترتيب A B C D ولا A B C D ولا A. المهم فين ما حطيت A خصني نمشي في نفس الترتيب، سواء مشيت على اليمين ولا على اليسار، ماشي ندير A D C B ولا، خصني ضروري الترتيب مهم. عندي المتجهة D M كتساوي جوج A D، دونك عندي المتجهة D M كتساوي اثنان المتجهة AD. دونك AD هي غنشأ اثنان AD وغنطلق من DM. دونك غنطلق من D، دونك غادي نشأ اثنان AD، نطول هذا المستقيم AD، كنحتاجو طويل طويل. دونك غادي ناخد المسافة AD، هي واحد AD هي هادي، وجوج AD غادي تكون في نفس المنحة ديال المتجهة AD. إذن هذه هي جوج AD حتى لهنا، دونك هذه هي جوج AD، هذه هي المتجهة جوج AD من هنا حتى لهنا، ها واحد AD ها جوج AD. دونك جوج AD تساوي DM، دونك متجهة DM خصني نطلق من D ويكون عندها نفس المنحة ديال جوج AD، ويكون عندها نفس المنظم ونفس الاتجاه، خلاص راه هما كينتميو لنفس المستقيم. دونك ناخذ العبار من A حتى لجوج AD، وغادي ننطلق من D وندير قوس هنا. إذا هذه هي جوج AD، هذه هي المتجهة DM. إذا هذه هي النقطة M، واضح؟ هي واحد AD، واحد AD، جوج AD، والأصل ديال المتجهة هو نقطة D. ثم عندنا AN، متجهة AN كتساوي ثلاثة المتجهة AB. دونك المتجهة AB هي، دونك ناخد ثلاثة المتجهة AB هي المتجهة AN، دونك غادي نطول المستقيم AB. غناخد البركار، غناخد المسافة AB، دونك عندهم نفس الاتجاه يعني نفس المستقيم، نفس المنحة AB هو AN، وعندهم المنظم ديال ثلاثة AB كيساوي ثلاثة المرات AB. يعني غادي ناخدها واحد ها جوج ها ثلاثة، إذا هذه هي ثلاثة AB، إذا ثلاثة AB هذه هي النقطة N. AN كتساوي واحد AB، جوج AB، ثلاثة AB، واضح؟ ثم قالنا في السؤال الثاني، أنشئ النقطة B بحيث AN BN متوازي الأضلاع. السؤال الثاني قلنا غادي ننشئ النقطة B بحيث الرباعي AM BN متوازي الأضلاع. دونك AM، دونك B غادي تكون هنا، حطيت هاد الشيء ما رديتش البال. دونك AM BN، B غادي تكون في هاد الاتجاه، دونك AM BN، AM BN متوازي الأضلاع. هذا كيعني أن المتجهة AN كتساوي المتجهة MP، دونك حنا كنعرفو نشأو متوازي الأضلاع، ما نحتاجوش لهاد المتساوية AN كتساوي MP. حنا غادي نشأو متوازي الأضلاع، غناخدو المسافة AM ونحطو البركار على N، نديرو القوس الأول، ثم غادي ناخدو المسافة AN ونحطو البركار على M ونديرو القوس الثاني، ونتقاطعو ليه في هاد النقطة
إذن هذه هي النقطة ب، إذن هذا الشيء اللي مكتوب بالسرق ما تردوش ليه البال، وهذا هو الرباعي. الموض الأحمر متوازي الأضلاع نبقى الشكل طويل شوية. ندوزو للسؤال الثالث، اكتب ا سي بدلالة ا بي و ا دي. إذن ا سي متجه ا سي بدلالة ا بي و ا دي، إذن هذه سهلة، عندي ا بي سي دي متوازي الأضلاع، إذن ا سي راك تساوي ا بي زائد ا دي. هذه من العلاقات ديال متوازي الأضلاع اللي شفتوها في السنوات الماضية وكذلك حتى هاد السنة. إذا السؤال الثالث، ندير لدينا أ بي سي دي متوازي الأضلاع، إذا مباشرة غنستنتجو أن متجه أ سي تساوي أ بي زائد أ دي، أ سي تساوي أ بي زائد أ دي، هذه خاصية في متوازي الأضلاع. هذا السؤال ألف. سؤال باء، تحقق من أن أ بي كتساوي ثلاثة أ بي زائد ثلاثة أ دي. من متجه أ بي، أ بي هي هذه، هذه متجهة أ بي اللي كتساوي ثلاثة أ بي زائد ثلاثة أ دي. إذا باش غادي نديروها، هيا عندي أ بي كتساوي أ إن زائد أ إم، بحال كيف ما درنا أ سي كتساوي أ بي زائد أ دي، دونك أ بي كتساوي أ إن زائد أ إم، وعندنا أ إن راه هي ثلاثة أ بي، وعندنا أ إم راه هي ثلاثة أ دي، واضح؟ إذا سهلة، نجاوبو عليها هنا، ب غندير لدينا أ إن بي إم. أ إن بي إم متوازي الأضلاع، إذن فهو أ إن بي إم متوازي الأضلاع، إذن أ بي تساوي أ إن زائد أ إم، إذن أ بي كتساوي أ إن زائد أ إم، واضح؟ خلاص أ إن راه ديجا عاطينها لنا هي ثلاثة أ بي. ندير ولدينا أ إن كتساوي ثلاثة أ بي، دونك هاد اللولة هاهي لقيتها ثلاثة أ بي راهي أ إن، بقات ليا أ إم نبين أنها كتساوي ثلاثة أ دي، هادي أ إم خصني نبين أنها كتساوي ثلاثة أ دي، دونك حنا شنو عندنا؟ عندنا دي إم كتساوي جوج أ دي، دونك غنطلقو من هادي، ولدينا دي ام كتساوي جوج ا دي، دونك كنستعملو هنا علاقة شارل باش نشوفو ا ام شنو كتساوي، دونك كندخلو هنا ا، غتولي عندي دي ا زائد ا ام كتساوي جوج ا دي، هنا باغين ا ام غنخليوها هنا، دي ا الا حولتها شنو غتولي؟ غتولي ا دي. دونك فاش كنحول متجه اما كنقلب الاشاره ديالها ولا كنقلب الحروف ديالها، اما ندير ناقص دي او لا ا دي زائد جوج ا دي، دونك ا ام كتساوي ا دي زائد جوج ا دي راه هي 3 ا دي، واضح؟ اذا هنا بينت ان ا ام كتساوي 3 ا دي، وخلاص عندنا ا ان كتساوي 3 ا بي، وبالتالي هذه المتساويه ا بي شنو كتساوي؟ ا ان غنعوضها بثلاثة ا بي، و ا ام غادي نعوضها غنعوضها بثلاثة ا دي، واضح؟ وهكذا انهينا التبيين. السؤال جيم، قالنا استنتج ان النقط ا و سي و بي مستقيمية. جيم أ و سي و بي، هاد النقط هادو أ و سي و بي هما سيدي مستقيمية، ولكن حنا خصنا نبينوهم أنهم مستقيمية، باش غنبينوهم غادي نبينوهم باستعمال العلاقة، دونك باش نبين أن أ سي
و بي مستقيمية، خصني نبين أن المتجه أسي كتساوي واحد العدد ك في المتجه أبي، ولا أبي كتساوي واحد العدد ك في المتجه أسي. دونك غنطلقو من هذه، لاحظوا أبي كتساوي ثلاثة أبي زائد ثلاثة أدي، وغنعملو بثلاثة غتبقى لنا أبي زائد أدي، وأبي زائد أدي راه هي أسي. دونك ساهلة مهلة، وندير لدينا أبي كتساوي ثلاثة أبي زائد ثلاثة أدي، هي هاد العلاقة بالضبط. إذا تساوي هنا غنعمل بثلاثة غتبقى ليا أبي زائد أدي، وحنا أبي زائد أدي راه قلنا هي أبي زائد أدي هي أسي، دونك غنعوضوها بأسي، دونك تساوي ثلاثة أسي. إذا لقيت أبي كتساوي ثلاثة المرات أسي، المسافة أبي حتى هي كتساوي ثلاثة المرات أسي، وبالتالي مادام لقيت أبي كتساوي واحد العدد ك في أسي، إذا النقط أ و بي و سي مستقيمين. وهكذا أنهينا التمرين الثالث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا وصلنا لآخر تمرين من الفرد المحروس النموذج الثاني، اللي غادي نشوفوا فيه التمرين الرابع ديال الإسقاط. تمرين زوين غادي نستافدوا منه إن شاء الله. هذا هو الفيديو اللي سجلته وتقولبت فيه، ما خدمش الميكرو ولقيت في الاخر الفيديو بلا صوت، واضطريت انني نعاودو لكم. ماشي خساره فيكم، غير تفهموا وتجيبوا نقاط مزيانه ان شاء الله. دونك غادي نعاود الشرح. ديجا شرحت التمرين في تقريبا 12 دقيقه، وانا كنشرح 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 كنشرح، وجاوبت على التمرين كامل، وفي الاخير لقيت ان الصوت ما خدامش، يعني فيديو بلا صوت. داكشي علاش غادي نعاودو دابا، ونتمنى انكم تفهموا وتستافدوا منه ان شاء الله. لان في هذا الفرد راه خدمنا التمارين الاولى كامله، تمارين مهمه جدا، اللي ما شافهمش يحاول يرجع ليهم. تمارين في الدرس الاول ديال الاعداد الصحيحه ومبادئ في الحساب ديال القاسم المشترك الاكبر الى اخره. شفنا فيه الحساب، شفنا الحساب المتجهي، المتجهات وما ادراك ما المتجهات، ودابا وصلنا للتمرين الاخر ديال الاسقاط. دونك ا بي سي مثلث و اي منتصف القطعه بي سي، و جي نقطه من القطعه اي، لتكون او مسقط جي على بي سي بتوازن مع ا بي، و اف مسقط جي على بي سي بتوازن مع ا سي. انشئ الشكل ثم بين ان اي منتصف القطعه او اف. اذا اول حاجه غادي ننشئ الشكل. اذا عندنا ا بي سي مثلث، اول حاجه غادي نصوبو مثلث ا بي سي، غادي نكبرو هاد المره الشكل باش يبان لكم داكشي واضح. ديجا عندنا تجربه على الشكل كيفاش غادي يكون، دونك ما نحتاجش نصغر الشكل. عندنا ا بي سي مثلث، عندنا اي منتصف القطعه بي سي، دونك المنتصف غادي نصوبو بالبركار. احسن طريقه كنحط البركار على النقطة الأولى، كناخد البركار الوسعة ديالو تكون أكثر من المنتصف، تكون قريبة للنقطة الأخرى، كندير قوس على هاد الشكل، ثم قوس هكا خفيف، كنعاود نحط البركار هنا، كندير قوس آخر، كيعطيوني جوج نقاط هاد الأقواس. التقاطع ديال هاد جوج النقاط كيكون هو مستقيم الواسط ديال القطعة، وكنعرفو الواسط ديال القطعة راه كيمر من منتصف، اذا هذا هو المنتصف، اذا هذه هي النقطه اي. واضح هاد المسافه كتساوي هاد المسافه. ثم عندنا جي نقطه من القطعه اي، دونك القطعه اي هي هذه هي القطعه اي، دونك ناخذ جي كتنتمي لاي، دونك فين ما بغات تكون. دونك جي مثلا غناخدو الجي هنايا، هذه هي النقطة الجي كتنتمي للقطعة اي، ما تكونش من هنا وما تكونش من هنا، تكون بين ا و اي. واضح. ثم قالنا لتكون او مسقط جي على بي سي،
دونك ان مسقط ديال جي على بي سي بتوازي مع اب بي. دونك بتوازي مع اب بي، انا غندير الموازي ل اب بي المار من جي، المستقيم اللي غيوازي اب بي ويمر من جي غيقطع لي بي سي في هاد النقطه او اللي هي المسقط ديال جي بتوازي مع اب بي على بي سي. دونك الطريقه باش كندير التوازي، كنعرفوا باش ندير مستقيمين متوازيين، كنعرفوا ان مستقيمين متوازيين كيكون عندهم نفس المستقيم كيكونوا عموديين عليه، واضح؟ دونك الا كان مستقيم عمودي على ابي راه غيكون عمودي على حتى على جي. دونك غندير مستقيم العمودي على ابي اللي كيمر من جي هكا، ندير غير سطر خفيف، ثم غندير عاوتاني العمودي على هذا المستقيم اللي رسمت دابا كيمر من جي باش نرسم التوازي. هذه هي الطريقه باش كنرسم التوازي. هذا هو المستقيم الموازي ل اب كيمر من جي، اذا غيقطع لنا بي سي في النقطه او، اذا هذه هي النقطه او اللي هي الاسقاط ديال جي على بي سي بتوازي مع ا بي. ثم قالنا السؤال الاخر باش ننشئو اف، اف مسقط جي على بي سي بتوازي مع ا سي. دابا غندير التوازي مع ا سي والمار من جي غيقطع لنا بي سي في النقطه اف. دار بنفس الطريقه غندير العمود على ا سي اللي كيمر من جي هكا، ثم غندير العمود على هاد المستقيم اللي نشأ دابا ومر من جي، اذا هو هكا نصوبو بلون اخر. دائما الشكل حاولوا تستعملوا ما امكن الالوان، حيت الالوان كيسهلوا عليكم باش تبينوا شي علاقه ولا باش تخدموا الاسئله اللي متعلقه بالشكل، واضح؟ اذا فين كيقطع بس كيقطعها في اف، اذا اف هي المسقط ديال الجي على بي سي بتوازي مع ا سي. ا سي والجي اف كيكونوا متوازيين، و ا بي والجي او عاوتاني متوازيين، واضح؟ اذا هذا هو الشكل. السؤال اللي عندنا هنا قال لك بين ان اي منتصف القطعه او اف، اذا بغينا نبينو ان اي منتصف القطعه او اف، اذا لكان عندك الشكل صحيح رأي منتصف او اف من خلال الشكل، ولكن حنا ما غاديش نبينو بالشكل، غادي خصنا نبينو بالبرهان. اذا هذا السؤال الاول ديال الشكل ها هو. دابا ندوزو للسؤال الثاني. اذا السؤال الثاني باش نبين ان اي اف كتساوي القطعه اي او، دونك هنا لاحظوا عندي ا سي كيوازي جي اف، دونك هنا غادي نحدد اي اف بدلاله اي جي اي ا و اي سي باستعمال مبرهنه طاليس المباشره. دونك عندي جي اف كيوازي ا سي والنقط راه مستقيميه، اذا اي اف على اي سي كتساوي اي جي على اي ا. بنفس الطريقه غادي نحدد اي او، عندي او جي عمودي على ا بي، نقول اي او على اي بي كتساوي اي جي على اي ا، وعندي اي بي كتساوي اي سي، اذا راه باينه اي اف غادي تساوي اي ا. ما فهمتي والو؟ تبع معايا بشويه بشويه حتى تفهم. اذا اول حاجه غادي تاخذو غير هذا المثلث، هذا المثلث اللي عندي هنا ا اي سي، وغنخدمو عليه طاليس المباشره. اذا غندير في المثلث اي ا سي لدينا. اذا باش نستعمل طاليس المباشره خصني جوج شروط. الشرط الاول هو التوازي، عندي جي اف عمودي على ا سي، جي اف عفوا يوازي ا سي ماشي عمودي، توازي. وعندي شنو عاوتاني؟ عندي اي و اف سي مستقيميه، ولا نقول اف كتنتمي للمستقيم اس سي. دونك اف تنتمي للمستقيم اي سي و جي تنتمي للاي. اذا هادو هما الشروط، توازي استقامية النقاط. وكنقول اذا
حسب مبرهنة طاليس المباشرة لدينا. إذا شنو عندنا؟ عندنا إي إف على إي سي كتساوي إي جي على إي أ كتساوي جي إف على أ سي. دونك حنا اللي كتهمنا إي إف على إي سي كتساوي إي جي على إي أ واضح. اذا دابا غادي نكتبو اي اف بدلاله هذا الشيء، غنستعملو على الطريقه الثلاثيه. الا بغيت اي اف شنو هي اي اف؟ اي اف كنشد هذه كنضربها في هذه وكنقسمها على هذه. دونك هنا كندير الضرب اي سي في اي جي، دونك اي سي في اي جي على اي ا واضح. اذا هذه غادي نأطر عليها حتى نحتاجها. دابا خصني نمشي نحدد اي او وغادي نلقاها بهاد نفس المتساوي، خصني نلقاها بحال هاد المتساوي باش نبين ان اي اف كتساوي اي او. دابا غادي نمشيو للمثلث الثاني هذا ا اي بي او اي ا بي بحال بحال، المهم مثلث. غندير دابا في المثلث ا اي بي ولا ا بي اي لدينا نذكر الشروط عاد نستعمل طاليس. اذا الشرط الاول هو التوازي، عندي او جي كيوازي ا بي، او جي يوازي ا بي، وعندي او كينتمي لاي بي وكينتمي لاي بي، يعني ان اي و او بي مستقيميه، وكذلك جي راه كتنتمي الاي ا ولا اي نتيجة ذكرناها. اذا حسب مبرهنة طاليس المباشرة لدينا، اذا شنو عندنا؟ عندنا اي او على اي بي تساوي اي جي على اي ا. دونك اي او على اي بي كتساوي اي جي على اي ا. دابا نكتب اي او بدلالة هاد الشي. دونك الا بغيت اي او عاوتاني غنستعمل الطريقة الثلاثية اي بي في اي جي على اي ا. دونك اي بي اي جي على اي ا واضح. اذا هادي هي العلاقة الثانية. لاحظوا اي اف لقينا اي سي في اي جي على اي ا، اي او اي بي في اي جي على اي جي على اي ا كاين هنا وكاين هنا، غير هنا كاين اي بي وهنا كاين اي سي، ولكن اي بي و اي سي راهما متساويين حيت اي منتصف ب سي. دونك نقدر نعوض اي بي ب اي سي وهنا بينت التساوي. اذا قبل ما نديرها ندير ولدينا اي منتصف ب سي قطعة، اذا المسافة اي سي كتساوي المسافة اي بي، وبالتالي اي او غادا تصبح كتساوي بلاصة اي بي غنعوضها باي سي حيت متساوي في اي جي على اي ا، اي ان اي او كتساوي هاد اي سي في اي جي على اي ا، اي سي في اي جي على اي ا راه هي اي اف. دونك نعوضها باي اف وهنا لقيتهم متساوي. دونك دابا بينت ان اي او فعلا كتساوي اي اف، ولكن هو قال لنا بين ان اي منتصف او اف. دابا بينتهم انهم متساويين، تقدر تكون او تقدر تكون هنا وتكون هذه المسافه اي او كتساوي اي اف، وهذا ما كيعنيش ان اي منتصف اف او. واضح. دونك باش نقول انها منتصف او اف خصني ضروري نقول ان النقاط مستقيميه، واضح، خصهم يكونوا في نفس المستقيم باش تكون اي منتصف او اف. واضح، واضحة الفكرة. وخا نبين أن اي اف كتساوي اي او، هذا راه ما كيعنيش أن اي منتصف او اف، حيت او تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا. واضح. دونك خصني ضروري الشرط الثاني ونقول ولدينا اي و اف و او و او و اف مستقيمية، حيت كاملة كتنتمي المستقيم بسي. عندي اي كتنتمي لبسي، عندي اف كتنتمي لبسي، عندي او كتنتمي لبسي، اذا كينتميو لنفس المستقيم، وبالتالي اي و او و اف مستقيمية
وبالتالي دابا عاد نقدر نقول ان اي منتصف القطعة اف. واضح؟ اذا انهينا التمرين، وبالتالي انهينا النموذج ككل. في تمارين مهمة جدا، نتمنى انكم تراجعوه وتعاودوا تشوفوا التمارين كاملة. غادي نحاول نجمعهم لكم في فيديو واحد باش يبقى عندكم مسجل، اللي يبغى يشوفه ويبقى للسنوات القادمة تاهي ان شاء الله، تهم اللي جاي يستفد. دونك نتمنى الدعم ديالكم، الدعم ديالكم. 10 ثواني، انا خديت دابا 14 دقيقة، انت عندك غير 10 ثواني تبارطاجي في هذا الفيديو. ناهيك على الفيديو اللي سجلته تاو فيه، كان تقريبا 12 دقيقة وش حاجة، سجلته بلا صوت وعاودته. دونك كنديرو تمارة بزاف باش نوصلوا لكم المعلومة، ما تخليوهاش توقف عندكم. الله يجازيكم بخير، اللي شاف الفيديو استفد يبارطاجي غير مع واحد اخر يستافد حتى هو. صحابك، كاينين صحابك كتقرا معاهم، ضروري غيكون عندك الواتساب ديالهم ولا الفيسبوك ديالهم، كوبي ليا ديال الفيديو وصيفطو ليهم. سواء كنتي في اليوتيوب، اللي عارفو عنده الواي فاي صيفط ليه ليا ديال اليوتيوب. كان عندك نجمة 6، راه كلشي كنحطو في الصفحة ديال الفيسبوك. بغيت كلشي يستافد وفابور، ما تخسر حتى شي ريال. واضح؟ عيت، تهلاو في راسكم، السلام عليكم.